السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، أهلا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم غنحضروا خبز في الفرن كيجي خفيف ومسفج، ناخدوه في الفطور الصباح كيجي خفيف أو المجا بشكل جديد وبسيط. كيجي هذا الخبز جديد بزاف وبنين يحبوه وليداتنا. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على زر الأحمر أبوني وديروا جيم وخلطوا في القناة ديالي ليوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الفرص، ما يعادل تقريبا 4 الأكواب. هنا 100 غرام ديال الدقيق القمح، أي دقيق فينو 100 غرام ما يعادل تقريبا كأس عامر ولا السميد ناعم جدا. هنا كوب ديال الحليب، كوب ديال الحليب ما يعادل تقريبا 200 مللتر. هنا معلقة كبيرة ديال الزنجلان ما محمر، زنجلان ما محمرش كيجي فيه واحد اللذة بنينة بزاف. معلقة كبيرة ديال الخميرة تاع الخبز، معلقة صغيرة ديال الملح، عندنا جوج معالق كبار ديال السنيدة، عندنا معلقة كبيرة ديال الزبدة ما يعادل 20 غرام، واللي ما متوفاش عنده الزبدة يمكن يدير الزيت، جوج معالق كبار ديال الزيت. بسم الله كنصبو الدقيق داخل الفرص، دقيق القمح، واللي بغى يدير دقيق القمح يدير دقيق الفرص بوحدو. كنديرو هنا الزنجلان كيجي واحد المنظر رائع، الملح، بعدنا الملح، كنديرو الخميرة هاد الجانب وكنصبو عليها السكر باش كتفاعل وكتخمر لينا. كنديرو هنايا الزبدة، الزبدة على حرارة الغرفة، كنبجو هاد المكونات، الزبدة على هاد الشكل كنبجوها فواحد هاد القنت على هاد الشكل. من بعد كناخدو الحليب، هذا الحليب دافئ، كنصبو على الخميرة وسنيدة كنمزجو. حنا كنصبو الحليب وكنمزجو هاد الخليط، من بعد كنبقاو نصبو كذلك، كنحاول نجمعو العجين بالماء، كنصبو الماء شيئا فشيئا على هاد الشكل. الخميرة ماء يكون دافئ، كي درنا الحليب دافئ باش العجين يخمر لينا. كنبقاو نمزجو ونصبو الماء بين هاد العجين، ميكونش ثقيل، يكون شوية ما جاريش بزاف، ما ثقيل بزاف، تيكون شي شوية خفيف. بعد ما جمعنا العجين صبح لهاد الشكل، جمعناها بالماء، الماء تقريبا كوب ما يعادل 200 مللتر. العجين كتجي على هذا الشكل خفيف بعض الشيء، واللي كندلكو الان واحد النقطه مهمه، اللي ما بغاش يدير الحليب يدير بلاصتو بالماء، ولا اللي بغى يدير الحليب كاملو يدير جوج كيسان ديال الحليب. وكندلكوها مزيان حتى تصبح رطبه. بعد ما دلكنا العجين هانتوما كي تلاحظوا ها هي رطبه خفيفه، الان غادي نكوها على هذا الشكل ونتركها حتى تتضاعف الحجم ديالها. نغطيو عليها ونتركوها. الان بعد ما غطينا العجين بالبلاستيك الغذائي كنتركوها حتى تتضاعف الحجم ديالها. بسم الله، بعد ما تضاعفت العجين صبحت على هذا الشكل. الان غادي نحاولوا نقسموها على حسب الرغبة، على جوج ولا ثلاثة. بالنسبة ليا غادي نقسمها على جوج باش نديرو جوج خبزات، خبزات كيجيو الفطور للدراري الصغار مزيان هذا في الصباح ولا الغوتي في العشية. جوج كيجي رطب، هانتوما كي كتلاحظو الشكل ديالو، جوج تقريبا متساويين. كنحاول نديرو شي دقيق، نخليهم يستراحوا بعد الشيء عاد نسرحوهم في الطاولة. الشكل ديالهم كيجي، نخليهم يستراحوا باش يتسرحوا لينا مزيان. كنغطيو عليهم. بسم الله،
بعد ما ارتاحت العجين ودات تقريبا 5 دقائق كنحاولوا كنسلخوا هاد الخبز ديالنا على الشكل. بعد ما طلقنا هاد الخبز الان غادي نحاولوا نوريكم واحد الشكل انا كناخذو كنشرحو اي تقريبا دائما هاد الشكل. وتنتركو حتى يسخن. وتنتركو حتى يخمل لينا مده تقريبا 10 حتى 15 دقيقه وكنعطيو ليه باش ما خمر كيجي مسفش كيجي كيشهي. بسم الله. بعد ما تضاعف الحجم ديال الخبز الان كنحاولوا هاد الصفار البيضه. بعد ما طربنا هاد البيضه كامله كنحاولوا ندهنوا شويه على هاد الشكل كنبقاو كندهنوا فيه كندهنوا بشويه ما كنحاولوش باش ما هاد الخبيزات يتفشوا لينا. كيجيو رائعين ولذات بزاف. بعد ما دهنا بالبيض الان كنحاولوا نديروا جوجلان. يمكن اللي كيبغي حتى زريعه الكتان الساندويش حسب الذوق. دائما تزيين حسب الذوق وحسب الرغبه. الا الجوجلان راه فيه غني فيتامينات وصحي والدراري غادي كيحبوا بزاف هاد الجوجلان كيقبلوه الكبار والصغار. الان بعد ما زيناه كندخلوا الفرن. الفران راه سبق لينا سخناه وكنقصوا الحراره كتكون حراره متوسطه وكنراقبهم حتى يطيبوا. الشكل النهائي بعد ما خرجنا من الفرن الخبيزات ديالنا جاوا على هذا الشكل. هانتوما كي كتلاحظوا كيجيو مشفجين مشفجين مشفج وكيجي الشكل ديالو رطيطب. الان غادي نحاولوا نقطعوا لكم واحد الطريف باش تشوفوا كي كيجي من الداخل. ها هو الشكل ومسفش. مشفش. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم يجربوه وبارطاجيوه مع اصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.